اروح للبشرة الحلوة اللي معانا النهاردة. وزير الشباب والرياضة اجتمع مع ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية لزيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والإفريقية. والخبر السعيد اللي معانا اني خلاص رسميا 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 الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات بدءا من الموسم الجديد. وفي معايير اتحطت في الموضوع ده يا جماعة، يعني خليني اقول لكم الخبر الرسمي اللي جالي من وزارة الشباب والرياضة واقول لكم المعايير. في اجتماع موسع عقده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية مع ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية. مين اللي بيقول معاد استاد القاهرة؟ لا، كلام غير حقيقي، الكلام واضح، بيقول لك الاستادات حلا اتعمل اسفين في الموضوع، بدل ما نسقف للدولة ونقول برافو، حلا اشتغلت الإشاعات والكتائب الإلكترونية اشتغلت، بدل ما نقول برافو للدولة حلا. اسمع بقى البيان اهو، البيان الرسمي اللي انا اقوله لك، ولا تقول لي استاد قاهرة ولا برج العرب، كله كلام غلط. الساعات الكاملة لكل الاستادات، اسمع يا بيه اهو البيان الرسمي بقراه لك انا. البيان 30,000 استاد القاهرة المباراة اللي جاية للاهلي. الساعة الكاملة من السنة الجاية، ممكن نسمع البيان يا جماعة؟ يعني انا قبل ما اشرح قلت اقول البيان الرسمي، نسمع البيان الرسمي لو سمحتوا. نسمع البيان الرسمي. الاخ اللي بيقول بتوصل اليك عشان المستشار تركي الشيخ، انا مش متواصل مع المستشار تركي الشيخ، وهو في امريكا في رحله علاج. ولا تتوسل الا الى الله. لا تتوسل الا الى الله. نسمع البيان يا جماعه. في اجتماع موسع عقده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالعاصمه الاداريه بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه وكافه الجهات المعنيه بالدوله ووزاره الداخليه، وذلك لبحث زياده عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات كافه خلال المباريات المحلية لكرة القدم، وأيضا خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الإفريقية التي يشارك بها الأندية المصرية. وافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية، بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الإفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائي للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية الكاملة للملاعب وبحضور جماهيري كامل العدد. أما فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر فقد تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30,000 من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الأخرى. يبقى ما استاد القاهرة وبرج العرب بس، الكلام واضح. الأدوار التمهيدية في أفريقيا الأعداد المتفق عليها، نصف النهائي والنهائي كامل العدد في الملاعب، المباريات المحلية ارتفع العدد إلى 30,000 باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الأخرى على حسب الطاقة بتاعتها. أهو يتم بالطاقة الكاملة للاستادات، لأن أصلا 30,000 لو هتلعب، عشان كده بقول لك ما تتسرعش اصبر. لو هتلعب في الجبل الأخضر ساعته 25,000 وانت مدي 30,000 اهو. لو هتلعب في استاد جهاز الرياضه ودخلت جماهير، انا بكلمك عن الاستادات الصالحه، لو هتلعب في استاد اسكندريه، لو هتلعب في استاد بورسعيد اللي هيتعمل الجديد، لو هتلعب في استاد الاسماعيلي، ده كامل العدد
لأنهم كلهم من 25 ل 30,000. استاد القاهرة وبرج العرب السعة المتفق عليها 30,000، وباقي الاستادات الأخرى يتم بالطاقة الكاملة للاستادات، على أن تقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام قانون الرياضة، وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية، ووفقا للقوانين المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية. وتتقدم وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلوه من جهود حثيثة وملموسة في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية. يبقى كده نقول تاني يا جماعة منعا للإشاعات، كل الملاعب في الدوري المحلي بكامل العدد إلا استاد القاهرة وبرج العرب 30,000. أفريقيا الأدوار التمهيدية 30,000، الدور قبل النهائي والنهائي السعة الكاملة. وعلشان خاطر نشيل ما تبقى من حواجز لازم الناس تلتزم، والالتزام بما سيتم وضعه من ضوابط ومعايير. أنا بصراحة بهيئ الدولة المصرية جدا، وبقول إن دي خطوة رائعة في الطريق السليم نحو عودة الجماهير بكامل قوتها إلى الملاعب المصرية. خبر رائع جدا وممتاز. الناس بقى لو سمحتوا تثبت ان الجمهور المصري واعي ومحترم وعلى درجة كبيرة جدا من الوعي، علشان خاطر نخلص من الأزمة دي والكبوة دي بلا رجعة بإذن الله تعالى. بلا رجعة بإذن الله تعالى.